كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أولا قبل كل شيء السلام عليكم وعلينا وعلى سيدنا محمد. كنبغي نشكر كل واحد باسمه وصفته واللي تقبل الدعوة ديالنا وجا بعد الأشغال ديالو والمعاناة ديالو والسفر ديالو وشرف بنا داخل الأرض مدينة طنجة وخارج دار جهاد الوطن كامل. نهضر شوية على الدورة الأولى فعالية المهرجان في سليمة الواقع. كان واحد الإقبال وطبعا كان واحد الجنود وراء هاد هي جمعية أسود الشمال. كانوا كنشكرها بصيف قائدهم وكنشكر المؤسسين وشركاء الأساسيين ولايات الأمن. قبل ما نتكلم على فعالية الدورة الثانية نتكلموا على الدورة الأولى هي اللي جعلتنا باش نعملوا واحد الدورة الثانية. قاوز كان واحد الاستقبال، كان واحد الحضور، كان بزاف الناس كيدعمونا يعني وراء الستار باش جوزنا واحد الطاقة باش نعملوا الدورة الثانية. كانت الأولى كانت محليا دابا وطنيا، مشاركين معنا بزاف الأسماء بصفاتهم وشخصياتهم كنشكرهم، مثلوا يعني المدن يعني تقريبا كاملين في جهة المغرب كامل. وكنشكر أي واحد تعاون معنا يعني الشركاء من بعيد والقريب، وكنشكر أي واحد جا وقف معنا في مهرجان الدورة الثانية. كنبغي نهضر على الأفلام المشاركة اللي هي مشاركات كانت وطنية. هناك العديد من الأفلام أو نقول عشرات الأفلام. بخصوص المواضيع ديال الأفلام متنوعة، كاينة قصص درامية، قصص كاين واحد الفيلم اللي هو كوميك ولكن كيهضر على الواقع المعاش، وكاين بعض الأفلام اللي هما كيهضروا على العلاقات الاجتماعية والحياة الاجتماعية. مهم داكشي اللي كنعيشوا في الواقع غنتفرجوا فيه في الأفلام إن شاء الله يا ربي، وبلا ما نحرق القصص ديالهم ونتلاقوا مع الأفلام إن شاء الله.